في ذلك العام توصلت شرطة العاصمة بعدة شكايات تتعلق باختفاء أو خطف أو لنقل سرقة رضع حديثي الولادة. طرحت على مصالح الشرطة القضائية 7 ملفات، ولم تمكن الأبحاث من الوصول إلى تفسير للغز، لغز اختفاء أولئك الرضع. في ذلك العام 61900 كان عميد الشرطة الممتاز حميد البغدادي قد عاد قبل أسابيع من دورة تكوين في فرنسا، وقد أسند إليه وكيل الملك مهمة البحث والتحقيق في تلك الملفات بعد أن أعفى منها ضابط الشرطة المكلف بالأحداث في تلك السنوات البعيدة. كانت قضايا سرقة الأطفال تدخل في صلب اختصاصاته. انكب العميد الممتاز حميد البغدادي على دراسة تلك الملفات، كان يريد أن يطلع على تفاصيلها قبل أن يسند التحريات الميدانية إلى فرقته. ركز العميد في دراسته على القواسم المشتركة وما يمثل الاختلاف بين تلك الملفات 7 التي بدت وكأنها أعجزت المصالح الأمنية. كانت الأسر المكلومة بفقدان مواليدها ساعات بعد الولادة تتهم الأجهزة الأمنية بالعجز. استنتج العميد أن كل العمليات، عمليات خطف المواليد، تمت في مصحات للخواص هي دور للولادة. في تلك المرحلة من تاريخ المغرب كان يرخص للقابلات بمجرد تقديمهن شهادات تكوين بفتح مصحات خاصة للتوليد. في الغالب الأعم كانت تلك المصحات تقام في فيلات ومنازل لم تشيد لتكون منشآت طبية. ما استنتجه العميد أيضا أن أيا من دور الولادة تلك لم تشهد تكرارا لعملية الخطف أو السرقة، وبدا أن من يقف أو يقفون وراء سرقة المواليد حديثي الولادة يختارون أهدافهم بدقة. في الغالب الأعم تكون مستهدفة الحوامل اللواتي تأتين منفردات أو اللواتي يتضح ألا سند قوي لهن. إثر تلك الدراسة المتفحصة للملفات المطروحة أوكل العميد البغدادي إلى أعضاء فرقته مهمة أولى تمثلت في زيارة المصحات التي شهدت اختفاء أو سرقة المواليد حديثي الولادة وحصر لوائح تتضمن أسماء العاملين في تلك المصحات من قابلات وممرضات وغيرهن. وقد كشفت تلك اللوائح أن ممرضات كثيرات لا تعملن بشكل دائم في تلك المصحات، بل كن من ممرضات الصحة العمومية وتعملن بشكل دوري أثناء العطل الأسبوعية وفي أوقات الراحة في تلك المصحات ودور الولادة الخاصة. كان يتحتم تنقيط كل تلك الأسماء التي جاء بها الباحثون، لم يكن ضمنها أي من الأسماء المعروفة لدى الدوائر الأمنية. استرعى اهتمام الباحثين اسم ممرضة واحدة اسمها فاطمة الهواج، وكانت حاضرة في كل المصحات وفي كل يوم اختفى فيه مولود حديث الولادة. كان حضورها ذاك يكفي ليضعها موضع شبهة. قرر العميد وضعها تحت المراقبة. استمر الحال كذلك شهرا أو ما يزيد دون أن يتمكن الباحثون من رصد ما يمكن الاعتماد عليه لإلقاء القبض عليها. كانت التحريات التي أجريت حول المرأة قد أفادت بأنها تشتغل بشكل دوري مع دور الولادة، وقد رأى الباحثون أن ذلك ما جعلها تتواجد في مؤسسات مختلفة. ومع أن الشكوك حولها قوية فقد لا يستبعد أن تكون الصدفة، والصدفة فقط هي التي جعلتها توجد في المصحات التي عرفت اختفاء مواليد حديثي الولادة وفي اللحظات التي اختفى فيها أولئك الأطفال. بعد أكثر من شهر شهدت فاطمة الهواج مساء 24 من غشت من العام 61 وهي تدخل إحدى دور الولادة. كانت في جملة دور الولادة التي لم تنلها سرقة للمواليد، وكانت تديرها مواطنة فرنسية تقدم بها العمر. كانت قابلة معروفة في الرباط، وبسبب سنها المتقدم صارت تقصر عملها على فحص الحوامل ثم توكل مهمة التوليد إلى قابلات وممرضات كن يعملن لديها لقاء نسبة معلومة من كلفة كل عملية توليد. في جملة أولئك كانت الممرضة فاطمة الهواج. كانت الساعة قد تجاوزت 8 مساء
ما أن أبلغ العميد البغدادي بدخولها المصحة حتى أصدر تعليماته إلى كل أفراد فرقته لتكثيف المراقبة على دار الولادة تلك ودون إثارة الانتباه. بعد ساعة وصلت إلى باب دار الولادة سيارة أجرة، نزلت منها امرأة حامل كانت وحيدة. فتح باب دار الولادة ودخلت المرأة. كان العميد البغدادي قد انتقل إلى جوار المكان وكان على متن سيارة مموهة يتابع عن كثب. ظلت غرف عدة في البناية مضاءة، وفي حدود الثانية صباحا شاهد المراقبون سيارة فاخرة تصل إلى جوار دار الولادة. ثم خرجت فاطمة الهواج وهي تحمل تحت معطفها ما بدا رضيعا، سلمته لامرأة كانت على متن السيارة ثم عادت إلى الداخل. تحركت السيارة الفارهة. أعطى العميد تعليمات إلى رجاله بالإبقاء على مراقبتهم لدار الولادة ثم تتبع السيارة. توجهت إلى حي أجدال. في زنقة فرنسا دخلت إحدى الفيلات. أوكل العميد إلى بعض مساعديه مراقبة تلك الفيلا، وقد أبلغوه أنه ما أن انبلج الصبح حتى سمعت الزغاريد تأتي من الداخل. كان الناس يحتفلون فيما يبدو بحدث سعيد. وكان العميد البغدادي قد اتصل برئيسه وسأله ما إذا كان بإمكانه أن يقتحم الفيلا، ولكن الرئيس لم يوافق وأمره بالتريث والإبقاء على المراقبة. علم الباحثون أن تلك الفيلا هي سكن لأحد الأعيان يدعى مراد المرابط، وكان رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية على معرفة بالرجل، وارتأى أن يتصل به هاتفيا، زعم أنه اتصل به ليهنئه بالمولود الجديد. لم يخفي السيد المرابط استغرابه لتلك المكالمة الهاتفية من مسؤول أمني، ومع ذلك فإن رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية علم أشياء من الرجل، إذ قال له بما بدا عفوية أن عائلته احتفلت بمولود ذكر ازدان به فراش ولده. مضى الرجل إلى أن ذلك المولود أعاد لم الشمل، فقد كانت زوجة ابنه قد هاجرت بيت الزوجية وعادت إلى أهلها. لم تكن تستسيغ أن يعيرها زوجها بأنها لا تلد سوى البنات، وقد رزق 3 بنات، ولما وضعته ذكرا أرسلت في طلب زوجها لتباهيه. تلقى العميد البغدادي الأمر بأن يحول نظره عن تلك الفيلا في زنقة فرنسا، ولكن التعليمات كانت واضحة، عليه أن يشدد المراقبة على الممرضة فاطمة الهواج. في سياق التحريات حولها علم الباحثون أن دخلها الشهري لا يتجاوز 1000 درهم، ومع ذلك فإنها كانت لا ترتدي من الثياب إلا فاخرها، كما أنها تملك سيارة أمريكية الطراز. كانت فاطمة تسكن شقة فخمة في عمارة بحي أجدال. علم المحققون أيضا أن تلك الممرضة لم تكن متزوجة، وكانت تستقبل بشكل شبه منتظم نساء كثيرات أجنبيات كن تقمن عندها أسبوعا أو أسبوعين ثم تختفين، ذلك ما قاله بواب العمارة. كل تلك المعلومات كانت تصب باتجاه المزيد من الشك في فاطمة الهواج، ومع ذلك فإن العميد حميد البغدادي ظل يفضل التريث. في 7 من شتنبر شهدت المرأة وهي تدخل مصحة للولادة في حي حسان. هذه المرة كانت الساعة تشير إلى 6 مساء. في 9 أغلقت أبواب المصحة بعد أن غادر آخر الزوار. كانت فاطمة ستمضي ليلة في المداومة فيما يبدو، ولذلك رابط حول المصحة عدد من رجال الأمن. في 10 جاءت امرأة حامل كان يغالبها المخاض وكانت وحيدة. فتحت الممرضة الباب وأدخلتها. لم يحدث بعد ذلك ما يلفت الانتباه. وفي حدود 3 صباحا وصلت سيارة سوداء، نزلت منها امرأة وتوجهت إلى الباب الخلفي للمصحة. بعد دقائق عادت إلى السيارة وهي تحمل ما بدا مولودا، ركبت وانطلقت. تبعتها سيارة مموهة كان على متنها مفتشان. أخذت السيارة السوداء وجهة حي أجدال، وقد استغرب المفتشان أنها قصدت العمارة حيث تقطن الممرضة. لما نزلت المرأة من السيارة سمع صراخ المولود، وتأكد للمفتشين
أن الأمر يتعلق بسرقة مولود حديث الولادة. أبلغ العميد البغدادي بتلك المستجدات وحضر على الفور إلى حي أجدال. أمر أعوانه بالإبقاء على المراقبة. في 7 صباحا تلقت قاعة المواصلات بمفوضية الشرطة مكالمة تبلغ عن اختفاء مولود بعيد الوضع في مصحة بحي حسان. توجه العميد إلى المصحة، استجوب النفساء التي كانت في حالة انهيار لفرط صدمتها، وتعمد أن يكتب المحضر بخط يده. لما سأل الممرضة فاطمة أجابت بأنها نامت بعد الجهد الذي بذلته في توليد تلك المرأة. سجل أقوالها وطلب منها أن توقع على المحضر، ثم دعاها لترافقه إلى المفوضية. أركبها سيارته، وقد فاجأها لما أخذ وجهة شقتها. قال لها إنه يريد تفتيشها، وكانت تحاول أن تحول بينه وذلك مدعية أن لا شيء في تلك الشقة، ولكن العميد كان مصرا. دخل الشقة. في الصالون كانت تجلس 3 نسوة أجنبيات، وقد حملت إحداهن الوليد في حضنها. ادعت المرأة أنه ابنها، بينما تلكأت الممرضة. كان العميد البغدادي واثقا الآن من أنه تمكن من أن يجمع كل الأدلة التي تثبت تورط الممرضة فاطمة الهواج في سرقة المواليد من دور الولادة. لم يكن هناك متسع آخر للمراوغة. اعترفت بأنها باعت المولود إلى تلك الأجنبية لقاء قدر من المال. قالت إن الصفقة كانت تقتضي توفير وثائق رسمية تثبت أن التي اشترت المولود هي التي وضعته، وذلك حتى تتمكن من إدراجه في سجلات الحالة المدنية. ألقي القبض على فاطمة الهواج وأحيلت على القضاء. تبين من اعترافاتها أنها باعت أكثر من 7 مواليد، وأن أغلبهم غادروا إلى بلدان أوروبية. استغرق البحث زهاء 3 أشهر. بعدها فقط تمكنت شرطة الرباط من إقفال 1 من الملفات التي هزت الرأي العام في العام 1961.